بنعظمك وبنشكرك من أجل الجلسة الحلوة معاك. نشكرك يا رب لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. نشكرك من أجل أنك جمعتنا من كل قبيلة ولسان، من كل بلد، من كل مكان، منتظرين يا رب إيدك القديرة النهاردة تأتي بعجائب ومعجزات. منتظرين يا رب شفاءات للأجساد. منتظرين يا رب منك يا رب إنك تتراءف يا رب على عبيدك المجتمعين معاك يا رب في الزوم ده. بركة لكل واحد يا رب مجتمع نظيرنا يا رب. بنرفع يا رب وكل اخواتي يا رب بين ايديك امام عرش النعمة يا رب، تتمجد يا رب انت في حياة كل واحد فيهم يا رب بالبركة وبالإحسان يا رب. تعال يا رب واعمل عمل عجيب في وسطينا يا لادي. احنا منتظرينك، احنا مش منتظرين موسى ولا إيليا، لكن منتظرينك انت، لان كل الذين نظروا اليك استناروا ووجوههم لم تخجل. يا رب احنا جايين عشان نبص عليك انت، مش جايين نبص على بعض ولا عشان خاطر ان احنا نشوف بعض. ودي حاجة جميلة ان احنا نشوف بعض من كل بقاع العالم، شيء جميل، لكن احنا منتظرينك انت يا رب انك تسود بسيادة كاملة يا رب على هذا الاجتماع. يا رب بصلي من اجل سور نار حماية، سور نار حماية من على البث ده ومن على الزوم يا رب. تحمي يا رب كل فرد، تحمي يا رب المجتمعين يا رب من كل هجمات ابليس يا رب الشرسة اللي بيشنها يا رب على اولاد الرب في كل مكان. لكن نحن اعظم من منتصرين، فبسلطانك يا رب بنقيد كل ارواح ظلمه جايه عشان خاطر توقف عملك يا رب في هذا المكان. بنوقفها في اسم الرب يسوع المسيح، وبنعلن في وجه ابليس، بنقول له انت مالكش اي سلطان على اولاد الرب الموجودين والمجتمعين النهارده. بنعلن ان انت مالكش اي سلطان عليهم، لان صاحب السلطان سحق رأسك في الصليب، في الصليب جرد الرئاسات والسلاطين، اشارهم جهارا ظافرا بهم. فانت مالكش اي سلطان، مالكش اي لازمة، انت مكانك تحت الاقدام، مكانك تحت الاقدام. نعلن باسم الرب يسوع ان مكان ابليس تحت الاقدام، كل رئاسه كل سلطان تسقط النهارده في اسم الرب يسوع المسيح. كل حصون حطها العدو، كل حصون حطها العدو على اولاد الرب المجتمعين واللي داخلين عشان خاطر طالبين صلاه شفاء يا رب. احنا بنصلي من اجلهم يا رب، من اجل ان كل شيء موجود عليهم يا رب ينكسر ويسقط النهارده. كل عرافة تسقط، كل أسحار تسقط، كل عمل للشيطان يسقط على أولاد الرب في كل مكان، اللي هم منتظرينك يا رب النهاردة، جايين ومنتظرين لمسة منك يا رب. احنا يا رب بنستخدم السلطان اللي اعطيته لنا، لانك قلت اعطيتكم سلطان ان تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. فباسمك وبسلطانك نقيد كل ارواح ظلمة، كل ارواح على البث وعلى النت بالكامل في اسم الرب يسوع، مش بس على الزوم لكن على كل النت في اي مكان في العالم. بنقيد غير صالحة، أشياء غير، كل آلة صورت ضدنا لا تنجح في اسم الرب يسوع. يا رب احنا بنشكرك من أجل حمايتك، نشكرك من أجل إخواتي يا رب اللي موجودين معانا يا رب. بصلي إنك تبارك كل واحد فيهم. أنا مش عارف الأسماء بالضبط، لكن بصلي بركة لكل الناس اللي أنا شايفهم دلوقتي قدامي. بصلي بركة خاصة لأخويا الأسيس وسام، يا رب باركه وبارك خدمته يا رب، اديله نعمة يا رب، اديله استنارة في الأيام اللي جاية يا رب. بنباركك، بنديلك كل المجد، بنديلك كل السلطان، صاحب القوة صاحب السلطان. بنعلن مجدك علينا، بنعلن سلطانك علينا، بنعلن إن أنت الملك والرب والسيد علينا في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب سيادة كاملة يا رب على كل اخواتي يا رب اللي هم موجودين دلوقتي معانا يا رب. بصلي يا رب انك تدينا ليلة مجيدة، ليلة مجيدة يا رب من عندك،
ليلة ممسوحة بالروح القدس، أمسية ممسوحة بالروح القدس في اسم الرب يسوع المسيح. نرى مجدك، نرى مجدك يا رب، ونقول يا رب حقا قد رأينا الرب، منتظرينك يا رب إنك تيجي بآيات وعجائب ومعجزات على أولاد الرب في كل مكان في اسم الرب يسوع. بنرفع هذه الطلبات أمام عرش النعمة، واثقين يا إلهنا إنك سمعت واستجبت ليك الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين.